شو رايك اغششك السؤال؟ انا احل لك اياه. بلشت فيه انت مكتوب الكود بس غلط. انا كنت تحكي معي دعاء. دعاء حل أنا بلشت فيه؟ كنت آه دكتور كنت مبلش فيه، بس يعني ما حفظتش الحل لأنه طب غلط مين كان. عنده حل غلط اعمل له اياه؟ كيف العرض؟ بدكم مش تتعلموا، انتوا بدكم مش تتعلموا. يا أنا دكتور عندي أنا يلا بس سمع. دقيقة طول اللابتوب، مش عارفة إذا بدك تستنيني بس دقيقة واحدة. طب يلا اذكركم فيه كيف كان. خلينا نعمل شير ل دعاء. اذا كنت ذاكر نص السؤال او شيء، انا كنت ناسي شوي. كان في ان احنا عملنا ستراكشر اخوان، عملنا ستراكشر لإشي، استراكت يعني استراكت لموبايل، إشي زي هيك. شو اسمك؟ انا ناسي القصه كلها. مين؟ دعاء. دعاء اللي كانت دكتور هيك استراكشر لموبايل. بالضبط. اول شيء عملنا وعندنا اتس اوكي كاركتر، في جواته كاركتر براند نيم بجوز كان، وستورج والى اخره. مش هذا اللي بيهمنا، بالضبط. صح؟ في اتريبيوت تصف الموبايل، بس اللي كان السؤال بده بدنا نرجع ليست اوف موبايلز. بس ثواني سأرجع لكم. طيب يا اخوان، بده يرجع ليست اوف موبايلز اللي إلها نفس البراند نيم. يعني في عندنا اري كبيره فيها موبايلز، كل نود هون موبايل، هاي سامسونج، ايفون، مش عارف شو. تعرفوا في اجهزه بتكون صناعتها ايفون، حتى السامسونج له براند نيم معين، في فيرجنز كثيره من فاهمين علي شو قصدي؟ كيف مثلا نوت مش عارف ايش، واسف صار ايش، وانا مش حافظ انواع الموبايلات. بدنا يعملنا قائمه في الاجهزه اللي إلها نفس البراند نيم. شو كان السؤال بده؟ شو بتعمل انت؟ بتعطيه الاري اوف موبايلز الاصليه اللي عندك مع حجمها السايز، وبتعطيه كمان انت كار ستار البراند نيم نسميه احنا البي ان، البراند نيم او الموديل وات ايفر اللي انت بتدور عليه. وشو برجع لي هذا؟ هذا الفانكشن شو برجع لي؟ برجع لي اري اوف موبايلز. سماح، شغلت اللابتوب ولا بعدك؟ دكتور شغلته. هاي احكي خلينا لك. نعمل ستوب، خلينا نعمل ستوب شيرنج. ايوه عمل شير سكرين. او انت اعمل لي، انت اعمل لي سماح. سوي لنا شير. انت عمل كاتب له كود مش صح؟ يعني مش عارف ترجينا ايش. ترجينا الكود. هلا انا بنبسط لما الاقي اصبر طالب لك. حالي وغلطان. ممتاز، يعني معناته بحاول بس غلط. بس ليش انا بتدخل وبحله مشان ما يغلطش في مره ثانيه؟ دكتور هيدا بعت لك اياه على الماسنجر، بعثي لي شيء، اعمل لي شير سكرين وانا بصلحه. ماشي صالح. دكتور احكي شيء. هو انا مش بالبيت، يعني رنيت على اختي قلت لها تطوي لي اللابتوب وتصور لي اياه، فخليتها تصور لي اياه على السريع. شو استفدنا؟ هو عشان احكي لك منه. هيو يعني انا مضبوط. السماح بدي اعلق على كود، انا مش عندي الكود اصلا. كيف يعني مش فاهمة؟ هي بدي أبعت لك إياه. سماح ما استفدنا، بدك تكون على اللابتوب مشان اشرح عليه وتعدلي قدام. طب مش عارفة كيف بدي أعمل شير سكرين إنه أبين لك الصورة اللي عندي على التلفون. لا بتقطع التليفون سماح، ما بتقطع التليفون، لازم تكوني فاتحه انت من اللابتوب وعلى الكود. طيب خلص مش مشكله، هسه بجي واحد من المجموعه ونكمل.
هاي الكود اللي حليناه اخر شيء. مظبوط، موبايل براند نيم. حلو، ها طلع شو نسوي، ها طلع شو بنعمل. في عندنا هنا في الري، هنا في عندنا هنا ستراكشر موبايل، في براند نيم، في سكرين سايز، في كاباسيتي ستورج كاباسيتي، في باتري كاباسيتي، حجم البطاريه في الملي امبير شباب بيكون. في عندنا فويد في الري، تعطي الموبايل السايز بتعبيها انت، بليز فيل مش بليز فيل. طيب هسه لاحظوا هون اي شيء بدك ترجع منه اري، اري اوف موبايلز، اري اوف ستودنتس، اري اوف كورسز، اري اوف اكونتس، اي شيء بدك ترجع منه مصفوفه بيكون بوينتر على نفس النوع. يعني بنرجع مصفوفه من الاسماء كار ستار، ماشي، اسم مصفوفه من الاسماء بدك تعمل كار ستار ستار، يعني بوينتر مرتين. ليش؟ لانه مصفوفه ومصفوفه، اري اوف بوينترز. يعني بدنا نرجع اري اوف موبايلز موبايل ستار، نرجع array of departments department star. دائما هيك، ودائما نفس النظام بتلاقوا انتم. يعني انا بدي اعد كم موبايل نفس البراند نيم، وبدي احجز مصفوفي بعدد الكاونتر زائد واحد عشان اضيف انا براند نيم مثلا نو نيم، واعرف ان المصفوفي خلصت، وبدي ابلش اعبي في جوات المصفوفي هاي، وبعدها بدي احط الستوب بوينت هاي، زي احط براند نيم مثلا نو نيم وارجعها للمين. هاي القصه، يعني بتشبه انه جيت موبايل وابف سيرتين كاباسيتي، بتشبه كثير رجع لي مثلا موبايل اللي مثلا بيكونوا ستورج تبعهم كذا كذا، بتشبه كثير، بتشبه كثير شباب هاي الفانكشن. دكتور احكي لك انا شو عملت، يعني شو جربت. يس احكي لي يلا. يعني مثلا فوق حطيت انه اطلع شوي فوق في الـ في اللاينز، بدك من اول وجديد كيف اكتب الفانكشن بدي اسميه سماها. هلا yeah. صح صح، احنا الاستراكشر تاعت الموبايل حطيت جيت موبايل لا حطيت جيت موبايلز براند نيم. موافق، يعني جيت موبايلز ذا سيم براند نيم، ذا سيم براند نيم احسن. جيت موبايلز سيم سيم نيم، خلاص خلينا سيم هيك بلاش. بس سمح وطي لي شوي صوتي طالع له كثير هون مزعج. صوت صوت حالي يلا شو نعمل هون سمع. هذا اسم الموبايل تمام. سمح شو باخذ، شو باخذ هذا الفانكشن؟ نفتح اقوس نحط الموبايل الري. حلو، بعطيه الموبايل اي ار ار. شو سميتها الموبايل؟ يس اي ار ار. شو بعطيه كمان؟ الانتجر سايز. ممتازة، بعطيه سايز. في كمان اشي؟ وبعطيه براند كمان. ممتازة، كيف البراند بيكون؟ انتجر براند. لا البراند مش انتجر، سامسونج انتجر، الايفون انتجر. كاركتر. كيف يا سماح؟ شار شار براند. كار 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 هيك هيك. غلط، هيك ستار المفروض صح؟ ممتاز دعاء، ستار لازم. ليش ستار؟ بوينتر بأشر على بداية، فهم علي الاسم، أو بتعطيه هيك، هيك صح، هيك صح، وهيك صح، نفس الاشي. مش حكينا بوينتر عبارة عن كونستانت أري؟ نفس، آسف، الأري كونستانت بوينتر، مزبوط؟ نفسه. يا بحكي له ستار يا بحكي له ايش براكتس، نفس العملية. طب شو بترجع هاي؟ لا بفتح بعمل لا لا الفانكشن شو بترجع، فويد ولا شو عملها؟ بدي اياها ترجع ليست اوف موبايلز وذ ذا سيم براند نيم. الموبايل ستار، موبايل ستار، ممتاز دعاء، موبايل ستار. سمح ليش موبايل ستار؟ عشان ترجع لنا قائمة في من الستركتشر تاع الموبايل. ممتازة صح. يلا شو بدنا نساوي؟ يلا شو لا بعمل لوب. هاي بداية موفقة. لا بعمل ببلش سمح اللوب. سمح ليش تحكي لي لوب ومش لوب؟ يعني أنت براسك شو خطة العمل؟ هيك بدي، يعني بنعمل كذا بدنا نساوي. هسا مثلا بدك تبني بيت، تحكي ليش بنحفر اساسات في عمق 3 متر، بنعمل ابصر الشو، بنجيب حديد ب 12 ميلي، بنحط ديش التكنيكال ديتيلز، احكي لي
بنجيب بنعمل تصميم، بنصب بصير ايش بشكل عام يعني خطوط العمل. شو خطوط العمل بالفانكشن؟ انت اعطيني اياها، شو بدنا نسوي؟ كيف قصدك يعني؟ يعني انه احكي نخلي فانكشن شو بده يكون فيه؟ كيف نبني؟ كيف نرجع اسماء الموبايلز اللي لها نفس الاسم؟ شو بدنا نسوي؟ ستيب 1 نخليه يرجع، بدنا نخليه يرجع انه ليست للموبايلز اللي عندها سيم براند نيم. تمام، اذا انت شو بدك تساوي؟ بدي احط هون يعني انه ابلش احط سي مثلا انتجر سي تساوي زيرو. احكي ليش تكنيكال ديتيلز سماه؟ هاي يعني مش فاهمة خطة العمل. يعني مثلا انا بدي ارجع هسه قائمة في الموبايلز اللي إلها نفس الاسم صح؟ نفس براند نيم مزبوط؟ صحيح. احكي لي احنا اول شيء ليش بنمشي على المصفوفة؟ بنشوف اكم موبايل له نفس تمام. البراند نيم طلع، بنعدهم، بنعمل مصفوف جديد بعددهم، بلش ننسخ البراند نيم داخل المصفوف الجديد، بنرجع المصفوف الجديد. شوف كيف يعني نجيب المصفوف الجديد ونعد الموبايلز اللي عندها سين المصفوف براند الجديد نيم. بنخزن فيها البراند نيمز. احنا عشان نرجع موبايل ستار سمح شنو موبايل ستار؟ بدنا نرجع عنوان اول خليه في المصفوف الجديد صح؟ صحيح. شو اللي فيها مصفوف الجديد؟ جميع الموبايلز اللي بتشترك اللي في نفس عندهم البراند نيم. هلا فهمتها صح، فهمتها. طيب يعني هسه احنا عشان نشوف المصفوف الجديد اكم خليه فيها بدنا نمشي على المصفوف الاصلي اللي هي الاي ار ار. طبعا هاي فيها مشكله، موبايل اي ار ار هاي موبايل، هاي سنجل نود وحده اوبجكت واحد، يا بحط ستار هون وتصير مصفوفه او بحطها يمكن هيك تستحلها. او بحطها تستحلها بين عندي. براكتس. مظبوط مظبوط دكتور. نفس قصه البراند اكزاكتلي. يعني البراند يا بنحطها هيك يا بتحطيها مصفوف، حطها بين براكت، انه بنحط عليها براكت. خليها ستار اتركيها فيش مشكله. تمام. شو بدنا نعمل؟ هلا انت زي ما حكيت يعني اننا نبلش نشوف مين الموبايلز اللي عندها سيم براند نيم من المصفوفه الاصليه. شو بدك تعمل فينا هذول؟ شفنا بعد ما نشوف شو نساوي؟ بدنا نخليه يرجعهم انه يحطهم في طيب كيف بدي ارجعهم؟ يلا شو اكتب؟ هسه احكي لي تكنيكال، يلا احكي لي تكنيكال. انتجر سي تساوي زيرو عشان ليش نبلش السي؟ من الاول. ليش السي؟ نحط يعني اي انتجر. انتجر سي بتساوي زيرو، بعدين سماح بعدين بعمل لوب انه فور انتجر اي تساوي زيرو. نعمل السايز اصغر من السايز، بعدين اي بلس بلس. هاي شو اهميتها سماح هاي اللوب السي بتساوي زيرو؟ عشان تلف عليها من بدايتها. تمام، بس ليش السي؟ شو تجاوبيش دعاء، هاي السي لشو السي؟ لأنه بدلها يعني تعد لحد يعني هاي للسايز صح؟ شو قصدك السايز لمين؟ يعني مش صح، بدلها تعد لحد ما توصل السلاش باك زيرو، الباك سلاش زيرو. فهم علي دكتور؟ هون باك سلاش زيرو هي عندنا اري اوف موبايلز، هي مش اري اوف كاركتر. تمام. هلا يعني انه هلا السايز تاعته راح تكون انه كلهم وزائد كمان يعني انه واحده للي بعدهم. انتجر سي بتساوي صفر، ليش هي سماح؟ شنو انه يبلش يعني فيها من اول واحده؟ لا هذا مش من اول واحده بصراحه، يعني هاي انتجر سي بتساوي صفر تختلف لوجيكالي، لوجيك سينتاكتيكالي ذا سيم، ذا سيم انتجر اي بتساوي زيرو سينتاكتيكالي، ولكن سيمانتيكالي معنى لوجيكالي بيختلفوا عن بعض بالمنطق. انتجر سي بتساوي زيرو هاي عداد وهاي تمثل اندكس الاري، دير بالك سماح، هاي عداد بتعد شو هون بالسي بتساوي زيرو؟ ما فهمتش دكتور، بصير توضح لي اياها. طيب مش بس بعد شوي بوضح لك اياها اكثر، بس فور اي بتساوي زيرو، اي ليس ذان سايز اي بلس بلس، شو عمل هسه هون سماح؟ اوكي دكتور بحكي لك.
لا هون بعدين بحط انه يعني اف، بنعمل اف لانه يعني اذا كانت الموبايل براند نيم نفس هذه انه كيف نعملها مثلا هاي؟ شو كيف نساويها؟ بحط اف الاري اوف اي دوت البراند نيم اكبر من ال من الأسهم تاع الهاد، الأسهم تاع ال سمح لنا كيف نقارن الري اوف كاركتر في الري اوف كاركتر؟ شو مستخدم اكبر واصغر هيك؟ آه. احنا هيك بنقارن اعداد مش كاركترز. دعاء لا دكتور كيف نقارن الري اوف كاركترز ببعض؟ تزبط شي ساوي ساوي لا بزبطش. والله عندكم مشكلة في المادة، بعرفش ليه أنا مقصر معكم بشيء. في عندكم مشكلة مش عارف وين الحل، مني ولا منكم يعني، بس للأمانة في مشكلة. بس مين سببها أنا مش قادر أحزر، ممكن أنا، ممكن أنتو، ممكن الزمن. طب أنا بس أشرح المادة يعني، بتسألونيش طيب يعني ليه؟ ليش هيك في مشكلة عندكم كبيرة في المادة؟ احنا ما اخذناش في الشابتر اللي قبل هذا الاس تي ار كومبير عشان نقارن تو كاركترز ببعض. ليش احنا اخذنا اس تي ار سي ام بي سترين كومبير؟ ليش اخذناه؟ عشان نرميه في الحاويه. سترين كومبير بتعطيه البراند نيم فاصله واعطيه البراند، اذا كان دبل ايكوال زيرو بيكونوا هذول تو براند نيمز السيم، صح؟ مش اخذنا الاس تي ار كومبير واس تي ار اند كومبير؟ شو بيعمل الاس تي ار كومبير؟ بيقارن تو سترينج ببعض. ما بصير يقارن دبل ايكوال يا دعاء، مش اكس بتساوي واي، مش انتجر هذول. دعاء معي؟ دكتور معك. مش اخذنا السترينج كومبير؟ صحيح. ليش هذا استخدمناه؟ مش عشان نقارن تو سترينج ببعض؟ فبنقارن احنا الاس تي ار، بنقارن اي ار ار اوف اي ذات براند نيم. ما حتى انت سماح حافظ السيكونس حفظ، انت حافظ السيكونس حفظ، كيف بنحل الاسئله؟ هاي مشكله كبيره سامعها، دير بالك. يعني انت عارف انه نمشي على فور لوب هون، عارف تحط انتجر سي بتساوي زيرو، بس مش فاهم المنطق من هذا الحكي. دير بالك سماح، انت كانك هيك حاسك حافظ الستراكشر العام، يعني كيف مش هيك احنا بنشتغل؟ مش هيك، مش هيك البرمجه. برمجه تكون فاهم السيماتيك كيف تحل السؤال، المنطق مثلا دكتور السؤال بحس صعب. حالي يعني على طول بحس حالي يعني فاهم بالمحاضرة بس لما اجي احل بعرفش احل. سامح انك بتحاول تحفظ الكود حفظ، طلع كيف تعمل. انا اول فصل حكيت لكم يا جماعه الخير الماده هاي ليش الطلاب بتصعب منها، لان ملانه خفايا وبتعتمد كثير على بعض، والطلاب اصلا يعني بعض الحكي صرت احس انه بصراحه زاد المشاكل، زادت في التعليم الالكتروني، لانه الطالب في التعليم الالكتروني ما باخذ قيمه الفائده ولا بحضر ولا بهتم، وممكن يغش الامتحان، مش زي ما يكون تعليم وجاهي والطالب ملتزم بالحضور وملتزم بالمشاركه. ولو اصلا عليكم انتم ما بتعرفوا انه بجوز فيس تو فيس، بس انا بالمحاضره بطلع وجه الواحد بعرف انه فاهم ولا ضايع ولا سرحان، فبتلاقينا على السريع دكيت فيه. لما الواحد يكون بطلع على الشباك سرحان ولا نايم على السريع بوقف فيه، بهب شو تعمل، تعال تعال نتفاهم. فالطالب بضل الدكتور مسدود. هاي بشارك معك وبنتي بكون محاضرة ولا محاضرة ما حضرت بعرف بعرف سمح، بس انت بتطبقيه صح في البيت. مش عارفة ليش يعني أنا لما يجيني سؤال بلتفهم بعرفش أحل. سماح انت ما بتطبقي صح في البيت للامانه، بتروح بتحل السؤال على ورقه وقلم زي ما قلت لك للامانه. للأمانة يعني بصراحة أنا عملتها كذا مرة بس إنه حسيت حالي خلص ببلش طلع أحل. ليش ورقه وقلم؟ مش قصه فلسفيه. لما تحلي انت تمسك الدفتر وتحل السؤال لحالك على ورقه والقلم، واذا استطعت تطلع على الكود تحاولوا انت تفهم الكود، تحليه بطريقه شوي بتختلف عني. انت بصير عندك العقل الباطن. يا جماعه الخير البرمجه احنا ما صرناش نبرمج من يوم، يعني بيوم وليله يا جماعه الخير، مش ان الله تستوعبوا. البرمجه براكتس، البرمجه سكيلز زائد براكتس يعني مهارات وممارسه.
البرمجه ما بتيجي بكثره يعني مش عارف اقول لك، يعني مش حفظ، مش دي مش يعني الشعر مثلا بكام صراحه. الشعر انا بحسه زي اللي بيحفظ حفظ الشعر، دول الحداي اللي برا بيقعد ساعتين يحكي لك حفله يا ابو فلان مش عارف شو، ليه؟ يمكن حافظ 1000 بيت شعر بصير يالف، تجيب شوي من هون تمشي مع الامور. بس البرمجه مش انك تحفظ 1000 سطر تكتب 20 سطر، طيب عليكم مش هيك البرمجه. برمجه عباره عن يعني لوجيك، بيكون انت بدك تدرب الدماغ عندك انه يفكر بلوجيك معين. بس انتم مشكلتكم بسي 1 شطب، متاكد يعني انا مثل الله واحد متاكد انتم بسي 1 شطب، انتم تعلمتوها بجزء الكتروني بعرفش كيف كانت الظروف، بس واضح انكم الشطب بسي 1. وقلت لكم هذا الفصل اذا بتركز معي مظبوط بيطلع فاهم سي 1 بلس سي 2. للاسف انتم انتوا اختلفتوا على اللي بالسماء، خسرتوا على اللي بالارض. يعني انتوا خلص ما لا درستوا لا سي 1 ولا سي 2. انا قلت لكم وقتها بدك تبذل جهد مضاعف غير عن الطلاب اللي اخذوا سي 1 وجاهي، لانك انت عندك مشكله. ما بحكي لك انه السي انه الوجاهي يعني دائما بضر، لانكم انتوا بتعملوا ابيوز للتعليم الالكتروني، ابيوز يعني بتستغلوا غلط، بتغش الامتحانات، بتشتغلش حالك صح، بتحضرش محاضرات، بتتابعش العالم والناس، فهذا الحكي كوارث عليك. فانت هذا مشكله زي كره الثلج، بتكون بسيطه شويه بتكبر. يعني هسه انت عندك مشكله، هسه في الجافا راح تكبر كره الثلج، راح تصل لمرحله انك تدرس سي 1 وتفهم السي 2 وتفهم الجافا عشان تنجح في الويب. هيني بحكي لكم القصه، والا بتضلك تعيد في الماده 20 مره تفهمها. لحقوا حالكم على البدري، عالج المشكله من الاساس. انا قلت لكم عندك مشكله بسي 1 ارجع لسي 1 واسالني اذا ما كنتش فاهم. عندك مشكله بسي 1 كبيره انا مستعد احضرك بسي 1 وجاهي واحكي لك مع الاستاذ روح حضر مع سي 1. بس كم واحد فيكم عنده النفس الطويل انه يحل هالمشاكل؟ ولا حدا فيهم، ولا حدا مهتم. بتصير بدك تنجح بدي بصرج. لا بديش انجح، ما حدا يراجعني، لك حق تقول لي مش فاهم، بعدك مره و30 و100 فش عندي مشكله. براهنكم اذا في حدا انطى امثله على ستراكشر كدي، براهنكم، بس يبدو انه على الفاضي. بس انا ضميري بقدرش امشي عليه، والله بقدرش اسلك، ضميري ما بسمح لي، ما بقدر. حتى لو انكم على الفاضي ما بقدر اسلك، بدي اضطر اعيد مره وثنتين وثلاث واربع وخمس واعيد 50 مثال. بس انتوا ما بتقدروا الحكي هذا ولا بتشتغلوا حالكم في البيت. بدكم تشتغلوا 100 مره، حكيت لكم ادرسوا الماده من اول راجعوها وحلوا امثله. بدك تكتب نوتس في ايدك وتطبق على الكمبيوتر، بدك تدرب الدماغ كيف يكتب امثله وتحل مشاكل، بدك تدرب عقلك الباطني. يعني هاي السكيلز ما بتيجي معك يا جماعه الخير، بدك تعمل براكتس. بدك البرمجه سكيلز، وعشان نظبط السكيلز بدك تعمل براكتس. طب كيف نعمل براكتس؟ كيف نتدرب؟ في حدا بيلعب كره قدم بصير اولمبي بدون ما يتدرب؟ يعني واحد بنخلق ببطن امه يعني الرياضي؟ لا، براكتس. بدك تكتب الامثله على ورقه بايدك لحالك وتقارن وتحاول تفهم انت كل سطر ليش كتبته. يعني انت هون ليش عرفتي مثلا سي بتساوي صفر؟ هاي مشكله سماح. ليه عرفتي هون انت جر سي بتساوي صفر؟ ما بتعرفي. ليش عملنا هون فور لوب؟ والله ما بتعرفي. ليش عملنا اس تي ار كومبير؟ ما بتعرفيش. بس تكون حافظ الستبس حفظ، هاي كارثه. لا، انا بدي بالنهايه ارجع مصفوفي فيها الاسماء الموبايل المشتركه نفس البراندين كلها سامسونج كلها ايفونز. تسلمك مصفوفي، تسلمك يعني بالعربي زي كرتوني فيها موبايلات سامسونج وقال مش عارف شو ايفون وسوني ومخلط. وانت تعمل في الدوري في الكرتوني، تجيب كرتون صغير تطلع كل الايفونز اللي في الكرتون الكبير تحط له الكرتون الصغير وتعطيني الكرتون الصغير اللي فيها بس الايفون. هاي الكراتين اللي هي الاريز، بسلمك انا مصفوف كبيره الكرتون الكبير اللي فيها كل الموبايلز خلطه، تعطيني كرتون صغير فيها الايفونز. معناته انا عشان احجز كرتون بحجم معين لازم اعد كم جهاز ايفون عندي بالكرتون الكبير. وهذا اللي سويناه هون، عملنا سي بتساوي صفر، قارنا الاي ار ار براند نيم بالبراند، شو البراند اللي بدور عليه؟ والبراند نيم اللي هو بتكون بالكرتون الكبير المصفوف الاصليه. اذا كان صفر اتطابق البراند نيم اللي بدور عليه مع البراند اللي بالمصفوفه، معناته انا هذا صح اللي بدور عليه، صفر يعني ما له تيبيكال 100% متوافقات. شو بنقول هون سي بلس بلس؟ هي عدينا.
طيب لما نخلص الفور لوب بنكون حاطين بالسي عدد الموبايلز اللي تشترك في نفس البراند اللي انا بدور عليه. بروح بحجز مصفوف الكرتون الصغير اللي بعد شوي بدي ابلش اعبي فيها انا البراند نيمز. بحجزها في الهيب. ممتاز، ليه بالهيب يا سماح؟ عشانها انه مصفوف جديده يعني لازم نحط لها محل جديد. طب ليه بالهيب؟ لانه ما بدنا اياها تكتفي بس تخلص 100% أسيد. لانه اذا بحجزها عادي الري عاديه هون وبسكر البريس تبع الموبايل هذا بعمل دي اللوكيشن بشطبها. لهيك انا بضطر احكي له هنا موبايل نيو اي شيء حط ستار عفوا عشان هاي بوينتر نيو اي ار ار مثلا بتساوي نيو موبايل اوف سي بلس 1. ليش سي بلس 1 زدنا واحدة زيادة؟ عشان احنا نحط في البراند نيم. شباب حط عبد الله يا اخي في البراند نيم، اي براند نيم يعني هاي خلص هل ستوب بوينت ستوب سمي اي براند نيم. هسه انا شباب هون نسخت ايش؟ طب ليه دكتور زائد واحد؟ ليه زائد واحد؟ ممتازة ممتازة، طلع لي زائد واحد بس خليني اكتب لك اياها على الوايت بورد عندي على هاي ما هو صعب ارسمه ليه؟ افرض عندي يا سماح ثلاثة موبايلز، أنت بتحكي لي خلاص ثلاثة موبايلز هي اعمل هون أري من ثلاثة سيلز صح؟ وحط في كل واحد هون هاي آيفون كذا مواصفاته وهاي آيفون كذا، صح مش هيك قصدك؟ ليش عملت هاي الرابعة على شو؟ لشو؟ هلو. ليش زائد واحد؟ مش أنا بدي أرجع عنوانه والخلية للمين؟ مزبوط. طب المين مش بدي مش على المصفوف يطبق أول واحد وثاني واحد وثالث صح؟ طيب المين شو بعرفه إنه المصفوف انتهى؟ أنا بس أرجع المصفوف يا سماح ما برجع مع السايز، أنا برجع فقط عنوانه والخلية. طب شو بده يعرفه إنه المصفوف انتهى؟ يعني آخر واحد يعني بروح سماح بعمل كمان واحد جديد هون خلية بحط فيها البراند نيم مثلا اي اسم نو نيم. انا في المين شو بعمل؟ بحكي له ما دام بقرا المصفوف خلية ما دام الاسم بالخلية مش نو نيم ضلك امشي. وصلت صلاح لبعدها؟ مش فهمتيها صح؟ انا عيد سماح اذا بدك تعرفوا يعني انه هاي الفلانين يعني خلص يوقف عندها دكتور سماح طلع سماح رق زمان في المين طلع هاي في المين في عندي هون ايفون وانا في عندي ايفون وانا في عندي ايفون شو برجع العنوان هاي صح سماح 0x10 في المين بعرف انا هون موبايل ستار بي بتساوي هاي جيت موبايل وذ ذا سيم نيم بخزن فيه 0x10 صح؟ المنور اول خليه شو بحكي له انا هون؟ شو بحكي له وايل اس تي ار سي ام بي كومبير لا البي ارو براند نيم فاصله قارن لي اياه في لون نيم يعني انا بخزن فيه سماح انا بعمل خليه جديده هون بس بعطيه خبر يعني فهمت شو قصدي؟ يعني انه بحكي له انه الوقت اللي نو نيم يعني انا كان سؤالي انه شو بده يعرفه انه عندي النونيم. برافو عليك طبعا بدك هو متمنتك انت كاتب برنامج بكون معطيته خلص طبعا بحكي له سماح شغله ثانيه ممكن مثلا ما العبش في الاسم ممكن احط فيها نود هاي هون الخليه اعمل فيها مثلا الباتري كاباسيتي ماينس 1 فيش عندنا موبايل فيه ناقص واحد صح ولا ستورج ناقص واحد انا بحط شيء يعني يكون مخالف هذا الحكي الشباب هذا الحكي احنا الشباب تعرفنا عليه لما كنا نرجع في الاري اوف انتجر مثلا مصفوفه مثلا على سبيل المثال فيها الاود نمبرز روح نحط في اخر خليه نحط الايفن ذاكرين هاي كنا نحط ايفن يعني خلاص احنا ما دامه ايفن
مدام اود مثلا قال لك ماشي، قلت لك ابن اطلع. بس انتم للامانه هذا الحكي ما كناش نحس في ايام الاري اوف كاركتر، ما كناش نعاني من هالمشكله ايام الاري اوف كاركتر. ليش؟ لانه يمكن ما كانش على يعني انه على نطاق اوسع، انه هلا صار اوسع يعني الاري اوف كاركتر لو سماح فيها 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 التيرمينيشن كاركتر باك سلاش زيرو. تمام. بس الاري اوف موبايلز بقدرش احط في محل الاوبجكت باك سلاش زيرو. يعني في الستركتشر ما بقدر احط الباك سلاش زيرو. في الاري اوف انتجر ما عندي باك سلاش زيرو. انا قبل شوي قلت الباك سلاش زيرو، بس هي اصلا ما بنحطها. هل تزبط هون على الاري اوف موبايل؟ تزبطها على الاري اوف، على الاري اوف كاركتر. تمام. تمام. طب هسه هون بعد ما عملنا الاري الجديده هاي شو بدنا نسوي؟ بدنا نبلش ننسخ فيها. طيب كيف بدنا ننسخ فيها؟ كيف بدنا ننسخ في الاري؟ كيف؟ بدنا نرجع نمشي على الاري الاصليه. بدنا نمشي على الاري الاصليه ونشوف برضه 100%. هاي كوبي بيست طلعي. الزمن يعيد نفسه يا شباب. امشي على الاري الاصليه. طب نعرف هون بدك ايش عندك؟ بدك اندكس الاري الجديده واندكس الاري القديمه الاصليه. شو نحكي له؟ اف اس تي ار كومبير، هاي بتساوي مع البراند نيم. شو بدنا نعمل؟ انسخ للاي ار ار اوف اي على الاري الجديد، يعني نيو اي ار ار اوف جي بلس بلس. شو يعني جي بلس بلس؟ بعد ما ينسخ الاوبجكت على الاري الجديده اعمل انكريمنت لجي باي 1 بتساوي اي ار ار، انسخ كل النود اوف اي. هاي لما يخلص هاي الفور لوب بيكون ناسخ جميع البراند نيمز الاصليه داخل المصفوفه نيو ار ار. هسه بدنا نختم احنا هون كمان ايش؟ بدنا نعمل احنا كمان اوبجكت مثلا من الموبايل بسميه اند، طلعوا وبدي احكي له يا سيدي اند دوت شو دوت ايش؟ بي كباسيتي براند نيم، خلينا نحط كباسيتي ماينس 1 اريح لكم من الاسم. طلع وبعدين شو بنحكي له؟ نيو اي ار ار اوف جي، بعد ما عملت لها انكريمنت اخر مره شو حط فيها؟ هاي اند ورجع نيو اي ار ار. الله يعطيكم العافيه. هاي هي كل القصه. هاي نفس السؤال. شفتوا كيف؟ هاي يا جماعه الخير اربع اسطر. هاي عد اكم موبايل نفس الاشي، احجز الري بعددهم، ارجع انسخهم دول الري، اختم الري ورجعها على المين. شفتوا ما اخر السؤال؟ بدكم تطلعوا على الامثله كلها نفس لكم، والله لا يجبركم نفس السؤال. طلع موبايل اباف كباسيتي صح؟ اعطيته هاي والكباسيتي، طلع شو سويت؟ عدتي بتساوي زيرو، مشيت على الاري الاصليه، شفت انه اكبر من الكباسيتي، عديتهم، جمعت واحد، رح احط الكباسيتي ماينس 1، رجعت نسختهم، انهيتها، رجعتها. للامانه هذا السؤال شو بيفرق عن هذا؟ للامانه شو بيفرق؟ ولا شيء. 99% من وجهبهن مع بعض. ستي ار كومبير نهاية الري اوف كاركتر وعندك هون مظبوط. لو حكيت لكم هذا السؤال، هاي الكود عندكم، هذا الكود تقدروا تحلوه؟ تقدر تعيدوا الحل؟ انا حليته دكتور. انا بعد هذا يعني عن جد بقدر، لانه عن جد فهمت. كيف سمعنا؟ سامع صوتك بقطع. بحكي لك دكتور، انا جد يعني بعد يعني انا بقدر احله، لانه جد فهمت. انا حس حالي انه فهمت. خلاص عيب والله بكرر يعني. خلاص طب عيدوا لي اياه، اعطيكم 10 مينتس تحلوه. دكتور طب انا حابب اشوف كيف حلكم صراحه. عيدوه معلش، اعطيكم 10 مينتس. بلا عملته على السي في، بس ضل انادي عليه في المين. طب غلبك ما نوصكم طلع. نعم دكتور. دعاء شو كيف حالتي؟
يلا اعمل شير سكرين. صح اعمل لي شير بدون ما تناديه فيلمين، بس بعدين بشوف كيف ننادي احنا فيلمين. تمام. انتم ملاحظين كثير ضيعنا وقت على ستراكشر كثير، يعني اخذنا عليه شغلات. دكتور ظهرت الشاشة صح؟ بس في عندك مشاكل في في عندي على طب استنى الجاهز الكمبير. لا 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 مالهاش. بس بقول لك شو السبب، استنى شوي. براند نيم هيك مظبوط، براند نيم مظبوط. اس تي ار سي ام بي، اس تي ار، اس تي ار سي ام بي، اس تي ار، اس تي ار. هون بس ضل بضل ما عندكيش هذه الميثود كنت موبايل اباف. مش حاطة الاسم انا بس لساتني بالظبط. بس كيف حليتي شوي؟ بالله شو كيف حليتي؟ يلا ارجع فوق. ارجع شوي براند نخينا هون. هاي عملت سيد صفر صح، كاونتر مشت على الريل الاصليه عند السايز ممتاز، تقارنت في البراند نيم اذا كان صفر بتكون سي تمام، عملت اري جديد حسب السي زائد واحد، كاونتر ثاني للجي اللي بتعلق في الاري الجديد، مشت على الاري الاصليه من جديد ودورت على البراند نيم، واذا البراند نيم موجود نسخته جوات الاري الجديده، وعملت موبايل لاست اتس اوكي لاست نود، حطت في الباتري كاباسيتي ماينس 1، هذا انديكيشن انه عندك اذا كان عندك حجم بطاريه ماينس 1 بكون معناته إيه خلاص هي هاي اخر سيل، اذا كان النيو كذا كذا لاست تمام ورجعت. حلو ازرع المين شوي، نادى عليه في المين، في المين كيف بتنادى عليه؟ هون بس بدي ابدل الاسم هاي. ممتازه اعمل جنب. استنى شوي، لا استنى شوي، واحنا مش عملتي في الاري لخمسه. حلو اذا كانت باتري كاباسيتي طلع شو عملت فيه هون؟ عملت بي تي ار، طلع انتبهوا مضبوط كيف نادت عليه، ممتازه. عملت هيك الاتي هون، شو سوى الدعاء؟ عرفت موبايل array of 5 mobiles عبتها ونادت على ال get mobile above brand، أو مش above، في لازم the same brand name، مش كده نفس الفانكشن نفسه مش مشكلة. ليش عملت star btr mobile star؟ بترجع أصلا ال get mobile كذا كذا بترجع هي mobile star، فبتكون compatible مع ال btr هي mobile star، while btr arrow بتركيبات أكبر من zero بيكون هذا real node. هاي بيضل يمشي يعمل بي تي ار بلس بلس حتى يكون البراند نيم اللي عندنا، عفوا مش براند نيم اسف، حتى تكون الكباسيتي عندنا ماينس 1. لما تكون الكباسيتي ماينس 1 بيطلع من القصه. لو كنت لو حطيتي في البراند نيم نو نيم شو بتعملي هون؟ تستخدم الاس تي ار كومبير في البي ار او بي كباسيتي مع النو نيم، صح هذا؟ صح. بس دكتور هون مش 2000 هون، راح اشيلها هاي. هل لازم تحط بين دبل كوتيشنز هون؟ حط ايفون، بتدور على الايفون انت صح؟ دوري حط ايفون، ممتاز. اعمل رن نشوف هسه كيف. ونحن بندخل هسه بالاري عشوائي، بدنا ندخل اجهزه ايفون سامسونج اتسترا، هو يطبع لنا بس يلا انتر براند نيم ماشي ايفون، بس احفظ سكرين سايز مثلا 5، ستورج كباسيتي حط 6 مثلا، باتري كباسيتي حط 10، حط ارقامك عاديه. طلع انت انت اعمل لي سامسونج هون، مش مشكله اي اسم خلاص، مش مشكله مش مشكله مش مشكله. سامسونج حط اي ارقام، حط 1 2 3 1 سبيس، لا حط 2 3 دخل هسه من الستوريج والانتر. حطي ايفون كمان مره عشان اجيب لي اكثر من واحد، يعني حطي 10 حجم الشاشه، سكرين اي ستورج كاباسيتي ستورج حطي مثلا حطي 256 256 الباتري حطي 5000 ملي امبير، 5000 كلمة حقيقية طلعي انتر. الرابع حطي سوني،
حطي واحد اثنين سبيس، واحد اثنين ثلاثة، انتر عشان سرعة، واحد اثنين ثلاثة سبيس، لا لا سبيس هيك، بس رقم واحد. طيب يلا حط كمان رقم انت، هيك حط ايوه الخامس والاخير. عارف، حط شاومي، اي شيء، اي اسم، اي اسم. على فكرة هيك الشاومي، لا انت بتعرفيش الشاومي، شارمي ولا شاومي؟ آه شاومي شاومي. شاومي بتعرفيها، سمعتك بتحكي شارمي. مش مشكلة، خلص مش مشكلة. حط يلا الله. اي اسم، حط اي كسر، مش راح تطلع عليه هذا هو صح؟ آه حط 5 10 12 هيك وخلص، خلينا نشوف كيف تطلع لي اياهم. لا لا شيل البكس، ايوه خلص انتر. طلع شو طبع عليك هو، الكونتينين، شو طبع الآيفون، عليك، بس الآيفونات. شفته؟ مفهوم الجميع اللي شو قاعد بصير؟ يعني بصراحة يا جماعة لازم تكون أمور تريف، يعني هذا المثال بصراحة لازم تحلوه، يعني لازم، يعني أنت مش تروح هسه تروح على المجموعة ولا تروح تنسخ الكود هيك كوبي بيست، مش تعمل كوبي بيست مش رح تستفيد، تنسخ الكود هيك تعمل كوبي بيست، مو تفهم اللوجيك دعاء، أنت فاهم اللوجيك صدقا فهمتي؟ اه والله فهمت دكتور، بس انا ايش كانت عندي يا المشكله؟ بس بخياطك الاف ستيتمنت هون، بس طيب الاستراكشن خلص، وين؟ هسه انت وضعك لازم يكون معناته يعني ممتاز صح؟ طب هسه. اعطيكي مثال بسيط ثاني دعاء، اعطيكي مثال بسيط. طلع تخيلوا في عندنا استراكشر اسمه كورس، اكتبوا نوتس عندكم بالله سمحتوا، اكتبوا نوتس. عندنا استراكشر اسمه كورس، الكورس شو في؟ كورس نمبر، كورس نيم، وفي الكريدت اورز يعني ساعتين ولا ثلاث ولا اربعه ولا ساعه، والكورس نمبر رقم الكورس وكذا، مظبوط. حاول اعمل انت array of courses من هذا structure، حاول اعمل function ترجع لك مثلا الكورسز اللي إلها نفس الكريدت اورز، حاول رجع الكورسز مثلا function ثالث، حاول رجع الكورسز اللي مثلا بتشترك بنفس الاسم، كل الكتب بتاعت السي بلس بلس، كل شيء فيه سي بلس بلس رجع لنا اياه مثلا. ترى هاي مثلا للامانه شو بيختلف عن هذا؟ شو بيختلف؟ نفسه. نفس دعاء نفسه، بس السيناريو بيختلف نفسه. هاي قصه الكورس رجاء حلوه، حلوه حلوه، يعني انت هاي يعني انت اخترع من عندك يا سام، انت اخترعي من عندك اسئله زي هيك وحل، بتطلع قويه جدا. طلع على فكره الاسئله اللي انت حابب تجيبوها شكلها هي صعبه، بس الطالب لما يتقن هاي القصص يتقنها بصير يشوف اسئله سهله، يعني عادي شوف، يعني الواحد قال لك عارفين الاستراكشر من ستودنت، ايش شو عارفين الاستراكشر شو، عادي شو يعني ستودنت نيم وكذا سهله، اما تعمل اري ورجع القصص ورجع مش عارف ايش صعبه، هي بصراحه مش سهله كثير. بس اذا انت بتحلي مثالين ثلاثه وبتخترع كم سؤال تعمل براكتس كثير بتنعش الذاكره، يعني بكره مثلا ان شاء الله انا مش حابب افوت اليوم موضوع جديد، بكره بدي اعطيكم عن الكلاسز، يعني بكره بتكون اول محاضره بالكلاسز، رجاء بتحضروا بتركزوا فيها منيح، اللي فهم الاستراكشر ما فيش فرق بينها وبين الكلاس الا شيء بسيط جدا، فرق واحد، بكره بعطيكم اياه، مش حابب اعطيكم موضوع جديد اليوم. تمام دكتور. سماح نصيحة بحكي لك، ارجع حل المثال انت لحالك وحلي لي مثال تمام. الكورس، طلع شو تعملوا لي الكورس، اعمل استراكشر كورس، اعمل استراكشر للكورس، اعمل دكتور بس استراكشر ايش الكريدت؟ ما فهمتش كيف؟ كريدت اورز، عدد يعني الساعات كريدت اورز ايش سؤال. عندك انت؟ مش بتنزل انت يعني، انت منزل عدد ساعات بالكورس، كم ساعة الكورس مثلا، ساعتين ولا ساعة؟ خلص انا اللي بدي احلهم اليوم يعني. طلع شو بتعملي لي، اعمل استراكشر اسمه كورس، حط فيه كورس نيم وكورس نمبر وكريدت اورز، عدد الساعات مثل هالكورس، اعملي لي فيه 3 فانكشنز وناديهم بالمين، اول فانكشن برجع لي عدد او عفوا لما لي ليست، عفوا عفوا، اول فانكشن بعمل في الكورسز، بعمل لي اري بعبي لي اياها مثلا بالكورسز، بعمل لي اري اوف كورسز، ثاني فانكشن برجع لي ليست اوف كورسز
اللي إلهم نفس الكريدت اورز. ثالث فانكشن برجع لي الكورسز اللي إلها نفس الاسم، بتحلوا بتنادوه بالمين وبتبعثوا لي اياه على الايميل تبعي، بتعرفوا الايميل تبعي موجود في السيلبس. اول واحد ببعث لي اياه بحطه 5 علامات على الكويز زياده. شو بدكم زياده دكتور؟ اول حل صح بوصلني 5 علامات. طب دكتور اذا بعثناه كان وصلك قبل حل كيف؟ اذا بعثناه كان وصلك قبل حل يعني الثاني؟ مش سامع بصوتك، مش واضح سماع. يعني اذا حدا غيرنا برضه حله صح، يعني كلنا حلنا، يعني في كم حدا حله صح؟ ممتاز سماع. انت بدعاء حليته، دعاء بعثت قبلك، دعاء بتاخذ 5 6 4، الثالث باخذ 3 علامات، الثاني علامتين، بعد الخمسه فيش علامات. اوكي تمام. اول واحد ببعثه 5 علامات. شو بتكون زياده؟ والله ما حدا بحط بونص قد بجوز. دكتور حكيت تراجع على الكويز. براجع لك يا اللي بده يطلع يطلع، مش حاعطيكم كلاسز. يعني عامل شير هي دعاء. طيب هاي انا ستوب شير. طيب اللي بده يطلع بيقدر يطلع، بدي اعمل بس سكر.